مرحبا بكم متابعي الراديو 36 في حلقة جديدة. معنا اليوم نجم الأسبوع السي المقدم، أهلا وسهلا. شكرا، الله يجازيك بخير، خديتي الورقة بعدا. أنا بيت هنا عرفتها، ما غتوصلنيش النوبة تتفوت حالة الطوارئ. إيوا كون قلتها ليا كون جبتها لك معايا. تتسالي وناخدها. المهم السي المقدم قول لنا كي دازت أجواء توزيع وثيقة الخروج. وغاسكت، بغينا نعطيهم الوراق باش ما يتجمعوش براستكم مجموعين علينا. هادشي اللي شفنا، ولكن كنتو دايرين الاحتياطات ديالكم بعدا، التعقيمات والليقات. انا راه عقمت يديا، درت الليقات، عقمت الموتور، ولكن شوف الناس واش معقمين يديهم. في خبارك واحد راه شنق عليا كون ما جاو البوليس ما يطلقني حتى الاشعار اخر. يمكن على هادشي وليتو كتفرقوا الوثائق بحال الوراق ديال الانتخابات اللي جاي دي 4 ولا 5. اخويا تقهرنا، ملي كيوقفوا عليك 60 واحد ما كتبقاش عارف. واحد راه قرب حدا ودني وقال لي اللي بغى يجيب البليه واش محسوبه على الخانه ديال غايه مالحه. ولكن نورمالمون كتدقوا في الباب، كيخرج واحد كتعطيوه الورقه. والمشكله ما خلوناش ندقوا، ما دخلنا للدرب تجمعوا علينا. ولكن ما فهمناش داك الاكتضاض والزحام اللي كان، مع العلم انكم وعيتوا الناس ما يخرجوش قبل. المشكله قلنا لهم خوي والزنقه، كل شيء خرج يشوف الزنقه واش خوات. اذا في اطار هاد الفوضى اللي شفنا هاد الاسبوع، معنا في اتصال مباشر القايده حوريات، تفضلي. الو السي المقدم. وي سعاده القايده، مرحبا. الناس راه مازال ما توصلوا بالوراق، غدا في الصباح خصك تفرق الوراق على الحومه كامله، راه الناس مازال خارجين، العالم كيموت والناس كتكركر فرحانه. كوني هانيه مدام حوريه. شحال ديال الناس خداو الوراق دابا؟ الحي اللي مكلف بيه انا وصلت لشي 40%، حيت شويه جيت معطل. وانت مقدم وجاي مؤخر، وسر بي شويه الله يرضي عليك. راني تقهرت، الناس غتموت بكورونا وانا غنموت بالفقصه. وراه خاصك اللي عطيتيه الورقه تشرح ليه الوضع. راه شي ناس كيضلوا الفيروس، غيساي نهار 20 ابريل كيسحب ليهم معرض الكتاب. كوني هانيه سعاده القايده. وبالمناسبة المباشر بغيت نقول للناس دخلوا لديوركم، وانت خاصك تسالي البرنامج قبل 6 وتدخل. يلا بسلامة. شكرا القيدة حورية على الاتصال والعمل الجبار. نرجعوا لك السي المقدم، عطينا كلمة أخيرة لهاد الناس اللي عانيتوا معهم. وكان بغي نقول لهم واخا خديتوا الورقة ما تخرجوش إلا الضرورة القصوى، حيت الفيروس ما كيبداش تالمور 6.